أنا أبو نعمان من مدينة كفرنبيل. نشكر المنظمة القائمة على عمل الباصات النقل الداخلي في مدينة كفرنبيل، كونها بتخدمنا وبتخدم الأهالي عنا في كفرنبيل، وكون عنا المساحات في كفرنبيل واسعة وفي محلات بعيدة يعني عم نجي منها في الباصات على قلب الضيعة، وعم بتخدمنا والحمد لله يعني الوضع صار أحسن من الأول بكتير. صرنا نطلع في الباص النقل الداخلي ونجي على قلب المدينة، ويطلعوا أولادنا من يجوا على المدرسة ويرجعوا من المدرسة على البيت. بس في ناحية أنه بلكي بيزيدوا عدد الباصات يعني في عنا في الضيعة، لأنه عم نستنى أوقات نص ساعة لحتى يجي الباص. باصين كمدينة كبيرة ككفرنبيل ما بيلحقني على الأهالي وعدد العدد الكبير اللي موجود عندنا في الضيعة، وفي عدد نازحين كمان في الضيعة بيتخدم. نتمنى من القائمين على العمل يعني يطوروها للأحسن إن شاء الله ويعملوا لنا مواقف. لحد الآن ما في مواقف عندنا في الضيعة محددة للباصات، يعني ما عملوا مواقف إنه يعني نوقف تحت المنهج، خصوصا جايين على مطر وعلى ثلج وعلى برد، يعني بيعرف الواحد بيوقف على الموقف بيجي الباص. يعني إن شاء الله في يصير تنظيم أحسن، يعني إن شاء الله نتمنى من هون إنه تصير مواقف وتصير عدد الباصات أكثر لحتى يخدموا أكبر عدد من الأهالي إن شاء الله، والله يعطيهم العافية ومشكورين على العمل هذا. نستفاد نحن من الباصات انه عم نجي يعني نطلع من البيت الصبحيات، يعني بدل ما نجي مشوا على شغلنا على عملنا او على المدرسه، اولادنا عم يروحوا على المدرسه بيطلعوا في الباص يعني بيجوا في الباص. طبعا هاي احسن ما يجوا مشوا، بدنا مسافه منيحه يعني ليجوا مشوا. هلا حاليا نحن جايين على موسم شتوي، بنتمنى من هون انه ان شاء الله للاحسن يطوروها، والله يعطيهم العافيه. أنا السائق محمد حمدو الخطيب من قرية من مدينة كفرنبيل، أعمل على باص نقل داخلي وبيبلش دوامي من الساعة 7 صباحا حتى تقريبا 1 ظهرا. برد الزميل إلي بيباشر من 1 إلى 7 مساء. نعمل على نقل أكبر شريحة من المواطنين ضمن مدينة كفرنبيل مجانا دون إجراء يعني، والحمد لله يعني في إقبال كبير على النقل الداخلي من قبل المواطنين وخاصة طلاب المدارس، وإن شاء الله نأمل أنه نستفيد مزيد من السيارات اللي باصات النقل الداخلي لنخدم المواطن وهالبلد اللي عانت كتير يعني، ونخفف أزمة سير الدراجات النارية في الشوارع. يعني اللي مثلا بده ينزل على السوق يشتري بعض حاجات أو كذا على الموتور، هلأ ما عاد ينزل، قليل جدا إلا المضطر يعني، بينما باقي العالم أكثرها بتركب في باص النقل الداخلي. ونحن إن شاء الله نوعد أهلنا وأخوتنا وأولادنا انه نقدم المزيد، والله يقدرنا على فعل الخير. يعني نريد المواطن يتعامل معنا بالباصات في الطلعه والنزله يعني، وخاصه طلاب المدارس الصغار. يعني انا بوجه كلمه للاخوه المدرسين والمدرسات، يعطوا لو انه مثلا لمحه عن التعامل مع سياره الباص مشان طلاب الصغار يعني. أما طلاب الإعدادي والثانوي ما في حاجة، كلهم الحمد لله كويسين وكلهم بيطلعوا بأدب وباحترام، ونحن منقابلهم نفس النموذج يعني بالأدب والاحترام وبالأهلة وسهلة. وإن شاء الله مثل ما قلت لك يعني نوعدهم إن شاء الله بالمزيد من السيارات الثانية وبالخدمة الأفضل إذا الله يسر. الحمد لله في مشروع ناجح كان في كفرنبيل، هو مشروع الباصات نقل الداخلي. يعني الحمد لله بيستهدف هو شريحة كبيرة من المجتمع لكثافة عدد السكان في الضيعة هون. كنا نلاقي صعوبات قديما، يعني عندنا هون في مدينة كفرنبيل ما في باصات أجور نقل داخلي، ما في سرافيس. الحمد لله هلق توفر هذا المشروع، حاليا في باصين في كفرنبيل
بيشتغلني من 8 للساعة 6 المساء، وخاصة هلق في الشتاء يعني في ناس ما عندها سيارة، في ناس مثلا ما عندها مواتير، ما عندها وسيلة نقل تطلع فيها. الحمد لله هلق صار الباص أنه صار يساعد المدني، صار يساعد طلاب المدارس، صار يساعد الأشخاص اللي بيجوا على كفرنبيل وبيطلعوا لمثلا منطقة تانية. بيستهدف هو شريحة كبيرة من المجتمع. يعني كان في صعوبات خاصة هلق في صرنا في وقت الشتاء، يعني اللي ما عنده سيارة بده يطلع على الموتور والموتور صعب عليه، واللي ما عنده موتور كمان يطلع مشي يعني صعب كثير هلق في الشتاء. وإن شاء الله يعني إن شاء الله هو المشروع يصير عدد الباصات أكثر، ونتمنى إنه يكون في باصات لخارج مدينة كفرنبيل. في الشهر السادس انطلق المشروع في باصين، باص نقل داخلي ضمن مدينة كفرنبيل. دوام الباصات من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء. يقسم كل باص بتناوب شوفيرين، على الواحد من السبعة للوحدة ومن الوحدة للساعة 7 المساء. بيخدم شريحة كتير كبيرة من عبر المواصلات للمواطنين، يعني فغلاء الأسعار والمواصلات والنقل، فالعالم ما عندها تحط. فهو بينقل هالمواطنين ضمن المدينة هلا كمشروع مبدئي، وطلاب المدارس، وبيخدم الأسواق، بينطلق من مفرق بسقلة شرقا حتى البراس غربا، وبيرجع لمفرق بيت الجعار. فلنقطة البداية في العودة اللي هي العودة لنقطة البداية من مفرق بسقلة، وعلى مدار اليوم كامل. وإن شاء الله في مشروع جاي لثمان باصات حتى يخدم مساحة جغرافية أكبر، حتى تضم مدينة إدلب، مدينة سرائب، مدينة معرة النعمان، وريف إدلب الجنوبي إن شاء الله.